خليني نفتح معكم فقرة المواهب والإنجازات الحقيقة الشبابية المتميزة. نستقبل اليوم شاب طموح ومتميز في أعماله، وهو مخرج أفلام قصيرة وأفلام وثائقية وبرامج، وهو أيضا ممثل شارك في العديد من الأعمال، وأهمها مشاركة في فيلمين عالميين كان آخرهما فيلم التوهج. بإذن الله نتحدث عن ضيفنا اليوم المخرج والممثل رمضان البلوشي. خلكم معانا مستمعينا، نطلع فاصل ثم نتعرف عن ضيفنا المخرج والممثل. خلكم معانا ولنعود. قال أخوي عبد الله احنا انتقلنا لفقرة مواهب وإنجازات شبابية متميزة، وفي هذه الفقرة أكيد احنا نتحدث اليوم مع ضيفنا المخرج والممثل رمضان البلوشي. بدأ إخراج الأفلام الوثائقية منذ عام 2014، وكان للتراث النصيب الأكبر أقدر أقول من إنتاجاته. شارك في العديد من المسابقات في قطر وخارج قطر، وشارك كممثل كذلك في فيلم، أي فيلم؟ The Heat. أيوة. عقيلة انترفون. جميل، عقيلة، إخراج الأمريكي عمر خليفة، وهذا الفيلم أكيد نال جائزتين في مهرجان برلين السينمائي ومهرجان نيويورك السينمائي، وكانت آخر مشاركة له في فيلم التوهج واللي ضم نخبة من نجوم بوليوود. المخرج والممثل رمضان البلوشي، أهلا وسهلا فيك في حياة الشباب ومساء الخير. مساء النور، ومشكور على المقدمة الحلوة هذه أخوي حسين، ويعطيك العافية، ومشكورين على الإضافة. يا مرحبا بك، ويعطيك الصحة والعافية، وإن كانت هذه المقدمة حلوة لأنها ما توافق أكيد قدر الجهد والمعاناة اللي بذلتها في سبيل تحقيق هذا النجاح. بداية أخوي رمضان، ككل ضيوفنا في حياة الشباب نبي نتعرف عليك ونعرف كذلك الجمهور عليك بشكل عام. من هو رمضان البلوشي؟ متى كانت بداية دخولك للمجال الفني؟ وشنو هو أول أعمالك وأبرزها؟ يعطيك العافية أخي حسين. بداياتي كانت في 2014، وكان بعاز من أخوي المخرج أحمد البلوشي. كانت عنده فكرة عن فيلم جيم اللي احنا عملناه، فهو يعني شجعني أني أكتب الفكرة، حط على الورق كسيناريو وحوار. طبعا كان تحدي لي لان التجربه الاولى، وما كان عندي يعني حتى الخلفيه الكافيه، لكن تشجيعه خلاني اني اكمل واكتب السيناريو والحوار، وبدينا حتى في تصوير الفيلم. هاي كانت بدايتي، اللي هي فيلم جيم تايم، فيلم كوميدي تكلم عن شخصيه يعني عنده عقده النقص، فيحاول يعني تخطى هذه العقدة بأي طريقة. فمثلا في هالفيلم هو يحاول انه يروح الجيم، ونفس الشباب هذول اللي ما اليومين يتدرب ويطلع لك نافخ جسمه جميل. هذه الأمور الوقتية أقدر أقول لك للشباب الهبة يعني. بالضبط. طيب أخوي رمضان، أقدر أقول لك يعني بدأت إخراج الأفلام الوثائقية مثل ما ذكرت أنت عام 2014، وتخصصت تقريبا في موضوع الإرث والتراث اللي له أهمية خاصة عندك. طيب كم فيلم أخرج رمضان البلوشي حتى اليوم، وشنو أبرز هذه الأفلام أو الأعمال؟ كأفلام وثائقية يمكن ثلاث أفلام. فيلم ولاية رستاق، تكلم عن منطقة في الباطنة في عمان، وكان الحديث عن تربية النحل بالشكل التقليدي، او اللي احنا ما قد شفناه. يعني احنا كنا دائما نشوف تربية النحل في الصناديق هذه اللي تيجي. المختلف فيها ان الطريقة التقليدية انت ما تستخدم الصندوق، تستخدم جذع النخل، ياخذون جذع النخل يفرغونه من داخل، والنحل يستخدم هذا الجزء يسوي فيه الخلية. الفرق الثاني فيه ان هذا الصندوق انت تحط فيه الواكس او الشمع مصطنع او اصطناعي. في الطريقة التقليدية لا، النحل هو اللي يسوي الشمع، هو اللي يعني بالتالي يسوي طبيعي 100%. طبيعي 100%. الجذع الواحد ياخذ فوق 25 الى 30 خلية. جميل. الأعمال الثانية الوثائقية أو حتى الأعمال اللي كانت فنية؟ الأعمال الثانية كانت تكلم عن صناعة الخناجر في عمان، تكلمت عن هاي، شارك فيه حتى في المهرجان الثقافي العماني في أواخر 2018 تقريبا.
أفلام ثانية كان فيها أفلام قصيرة، منها اللي شاركت فيها في مسابقات ومنها اللي كانت يعني للسوشيال ميديا. جميل. ويعني خلال هذه الأفلام شلون شفت آراء الجمهور، ربعك اللي حوالينك، الناس المهتمة بالفن باللي تقدمه؟ طبعا اللي حولك أكيد في البداية بيشجعونك إنه حلو واستمر وإن شاء الله أنك تتقدم وتقدم الأفضل. الجمهور طبعا ما عنده يمرحمين من البداية، يعني يعطيك وجهة نظره بكل صراحة. طبعا في البداية أكيد كان في يعني خلنا نقول أخطاء، كان في يعني لأنها جهود شخصية، لكن مع مرور الوقت الحمد لله يعني الواحد وصل لمرحلة نقول الحمد لله يعني اللي قدمه يعني يرضي الجمهور أو معظم الجمهور. طبعا غاية الناس أو رضا الناس غاية لا تدرك، أو رضا الناس غاية لا تدرك، لكن الحمد لله بشكل عام يعني. جميل. ومثل ما ذكرت يعني ما في واحد يولد نبي، تمام، ما في واحد يولد وهو عالم، وبالتالي هذه الأخطاء أكيد هي اللي تقوينا وهي اللي تعلمنا وهي اللي تخلينا اليوم نوصل اللي احنا واصلين له من نجاح، خصوصا إذا أنت يعني أعمالك شاركت فيها في مسابقات أو مهرجانات أو مكان فيه يعني نخبة من اللي لهم يعني باع في هذا المجال، هنا أنت تستفيد كثير. أنا أذكر في 2015 شاركت في فيلم اسمه Irrational أو الغير منطقي، طبعا الفيلم كان باللغة الإنجليزية، شاركت فيه في دوحة الأفلام. الفيدباك أو المردود من المهتمين أو اللي موجودين في دوحة الأفلام طبعا خلاني يعني أعيد النظر في طريقة التصوير أو حتى التأليف إذا ممكن أنا إذا كنت كاتب القصة، يعني غيرتنا الكثير يعني من أسلوب رمضان اليوم، غيرت الكثير وعلمت الكثير. على وعلى ذلك المشاركات الخارجية، أنت لما تشارك في مسابقات أو في مهرجانات بتشوف أنت يعني مثل المسرح تقريبا، تشوف المسرحين لما يشوف ردة فعل الجمهور على أي حركة أو إفيه أو حوار يقوله في المهرجانات والمسابقات، نفس الشيء أنت على طول راح تحصل رأي الجمهور أو المختصين بعد العرض على طول، سواء من الحضور أو من النخبة اللي تسوي الحوار بعد عرض أي فيلم، فيعطونك يعني الجلسة النقدية. الجلسة النقدية يعطونك اقتراحاتهم، يعطونك النقدة والأماكن اللي أنت ممكن يعني تعيد النظر فيه أو يعني تحسن مستواك، مواطن الضعف، مواطن القوة، وشلون تحسنها. بالضبط. جميل. أخي رمضان، أخي رمضان، الشق الثاني من سؤالي كان حول التراث، شنو السر في تعلق رمضان البلوشي بالتراث؟ أنا أؤمن بشيء واحد، إن الفيلم أو التراث بشكل عام اللي هي لما أنت تحطه في قالب فيلم وثائقي، الوثائقي الاختلاف فيه بينه وبين الدراما إن الوثائقي شيء حصل فعلا من الواقع، يعني الجمهور لما أنت تعرض عليه فيلم دراما يعرف إنه أو يستنتج إنه ممكن قد تكون قصة واقعية أو تكون يعني من وحي خيال المؤلف أو الكاتب، ممكن تحط يعني انت بصمة فيها بس في النهاية هو حاط في باله ان هذا من وحي الخيال. اما الوثائقي لا، هذا الشيء حصل وانت وثقته، ولما نتكلم عن تراث فانت قاعد توثق شيء من تاريخك تخليه حق الاجيال القادمة عشان ما تندثر. يعني في اشياء وايد الجيل الجديد لو تسأل عندنا، يعني انا الحين قاعد احضر حق فيلم تراثي او وثائقي بعنوان المحامل، عن اللنشات والمحامل والسرابيك. فأنت لما في مصطلحات أنت لما تسألها الجيل الشاب قاعد يطالع يعني ما يعرف. فبالعكس هذا يعني توثيق لتراثنا عشان ما يندثر، في نفس الوقت يعني كمرجع للأجيال القادمة. جميل. بما أنك ذكرت بأن في فكرة قريبة للمحامل، أنا حبذا لو تكلمنا عنها، وكذلك إذا أنت راح تستعين إن شاء الله بمهرجان المحامل اللي راح يكون في القريب أكيد. هي الفكرة أنا جاتني من مسابقة سينيار في قطر السنة يوم حضرت أنا المهرجان كجمهور، لكن شفت المشاركين شباب، استغربت يعني العوام السابقة كانت يعني في معظم كبار السن
50 وطالع يعني اذا بنحدد ناس لها باع رجال لكن السنه شباب كلهم شباب، حتى النواخذه يعني ثلاث ارباعهم كانوا شباب. فاستغرب وبعدين قلت اكيد يعني في دورات في يعني استعداد كان من طرف كتارة لهم، اوكي كان لهم، بس الشباب لا هذول مهتمين وعارفين وفاهمين، فهذا يعني خلتني ان افكر ان ليش لا ممكن اعمل فيلم وثائقي عن المحامي. طبعا الشيء الوحيد اللي بيكون يعني برا الموضوع في هذا الفيلم هو الغوص اللولو، لان وايد انطرحت، فانا بتطرق للاشياء الثانيه اللي هي يعني على ظهر المحمل، على ظهر المحمل، سواء تجاره سواء سفر وما الى ذلك. جميل، فان شاء الله راح لا بانتظار هذا اكيد، عرفت واحد من الاعمال اكيد اللي راح ننتظرها ان شاء الله في القريب العاجل. يعني انا بتكلم حاليا حول مشاركتك في فيلم عقيلة اللي نال جوائز عالمية مثل ما ذكرنا في البداية. شلون شاركت في مثل هذا العمل الضخم؟ وأقدر أقول شلون تشوف هذه التجربة كونك أنت مخرج يعني شخص متوغل في هذا العالم، عالم الفن، شلون كانت بالنسبة لك هذه التجربة الكبيرة؟ والله فيلم عقيلة تقريبا تقدر تقول تحول 180 درجة بالنسبة لي، لأن اشتغلت مع ناس تقدر تقول بروفيشنالز، ناس جايين من هوليوود، من صناع يعني من مراكز صناع افلام عالميه. طريقتهم في العمل غير، احنا كنا متعودين ان معظم الاعمال اللي احنا كنا نسويها كافلام قصيره يعني كنا نستعين ببعض، نروح لللوكيشنات اللي هي اصلا جاهزه، يعني اذا في تصوير في فيلا، شقه، شارع، يعني كل شيء جاهز انت مجرد تستخدمه في 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 عملك. لكن في الافلام هذه العالميه لا، هم يخلقون المكان او اللوكيشن حسب المكتوب عندهم او حسب متطلبات، سواء كالمخرج او حتى اذا المؤلف او الكاتب كاتبه في انا اذكر في فيلم عقيلة كان في مشهد اللي هو دخول اللي هو لا احد الممثلين ولا لا دخول سرب الاف بي اي مثل مداهمة في شقة. استغربت كمية الاكسسوارات وال الافكتات اللي استخدموها في اللوكيشن، يعني خليك من البوست برودكشن وقت المونتاج اللي في اللوكيشن، يعني حتى الازياء هم يعني فصلوها لكل الشخص، الادوات المستخدمه سواء البنادق او الرشاشات ما الى غيره، سووا لك اشياء يعني احنا لو بنسويها على طريقه كان ممكن يعني تكون طريقة ثانية جدا، لكن لما يسوون لك اللوكيشن حسب المطلوب وحسب المكتوب من الصفر هذا شيء ثاني. انا لان في 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 فيلم الثاني اللي هو فيلم التوهج، انا اذكر هم اجروا مبنى طابق في مبنى تحت قيد الانشاء، يعني فاضي ما في شيء، انا كنت موجود معهم وقت لما راحوا يشوفون اللوكيشن. استغربت يعني مكان فاضي، ما بناية تحت الإنشاء، ما في أي شيء، يعني هاي كيف بيحولونها وكالة؟ لأن في النص مكتوب إنها وكالة دراجات نارية. كيف يوم التصوير اللي هو بعد أسبوع لما رحت، الطابق اللي كان فاضي وقيد الإنشاء قدر قادر صارت وكالة جاهزة بكل مجامع بكل شيء، سواء مكاتب سواء أرضية قزاز إضاءة حسب متطلبات النص بالملي. جميل، وهذا أقدر أقول لك اللي يفرق بمستوى جودة الأفلام عندنا. إحنا ممكن أقدر أقول لك صناعة الأفلام للحين إحنا جداد عليها، ما لنا باع ذاك الباع الكبير، لذلك ما وصلنا لهذه الجودة. هم عندهم يخلقون مثل ما ذكرت الديكورات حسب تفاصيل الكاتب اللي يبيها بالضبط، فهذه واحدة أقدر أقول لك من جوانب الإحسان في العمل وزيادة الإنتاج والجودة والقيمة الفنية. أنا بكلمك حول شغلتين، الشغلة الأولى اللي هي من رشحك للدور؟ وشنو كان دورك؟ يعني الليحة ما تكلمت عن دورك، أنا ما عرفت شنو دورك في الفيلم.
في فيلم عقيلة أنا ترشحت من قبل شركة الإنتاج نفسها اللي هي The Film House، لأن أنا قبل هالعمل كان لي كذا مشاركة معهم في مجال الدعاية والإعلان، فهم كانوا شايفين. المخرج كان يبي شكل جديد في الفيلم هذا، لأن الفيلم هذا كان يعني تصويره في بلدين، في المغرب وفي قطر، فكان هو يبي في هذه الشخصية شكل جديد واسم جديد. طبعا شركة فيلم هاوس رشحوا أكثر من واحد، بعدين وقع الاختيار علي. دوري في العمل هذا أنا محقق FBI، محقق كيماوي، يعني تخصصي أنا في مجال الكيمياء والمركبات اللي هم يستخدمونها في الأعمال الإرهابية اللي تصير في أسلحة الدمار الشامل، نوعا ما بس اللي هي تستخدم الأدوات اللي ممكن تحصل عليها بسهولة من السوبر ماركت وغيرها، يعني مش الأعمال الكبيرة. بالضبط. الفيلم سلط الضوء على هذه الناحية، إن في يعني إذا الشخص عنده خلفية وعنده مؤهل إنه وعنده يعني تخصص الكيماوي، ممكن يخلق لك من لا شيء سلاح خطير جدا وفتاك جدا. فكان هذا دوري أنا محقق كيماوي في لجنة FBI. جميل، يعني أقدر أقول لك مشاركة جميلة في فيلم عالمي لقى أصداء أكيد ونال العديد من الجوائز. كذلك فيلم توهج اللي ذكرته خلال حديثك اللي شاركت فيه مؤخرا مع نخبة من نجوم بوليوود وأخرج المخرج الأمريكي اللي هو بول كيري، أيضا كلمنا حول هذه التجربة وشلون رمضان يشوف نفسه بين نجوم بوليوود ونجوم هوليوود اليوم، وش كثر استفدت منهم أو من مزاملتهم في العمل هذا؟ طبعا استفدت الكثير، لكن خلنا أرجع حق عقيلة. عقيلة طبعا راحت لعدة مهرجانات، ولحين يعني احنا خذينا جائزة أفضل عمل في مهرجان برلين اللي هي الدولفين الذهبي، وخذنا جائزة أخرى في مهرجان نيويورك السينمائي، ولحين يعني العمل إن شاء الله بيطوف كذا مهرجان. فيلم التوهج نفس الشيء، تقريبا الحين الفيلم جاهز، راح إن شاء الله أول ما مشاركة تكون في مهرجان نيويورك السينمائي، ومن بعدها برلين والطوف باقي المهرجانات. الفيلم هذا نفس الشيء من إنتاج The Film House، هم اللي رشحوني. المخرج أمريكي جاي من نقدر نقول هوليوود، اسمه بول كيري. أنا دوري في العمل هذا مشرف أو المسؤول قاعة العرض في الوكالة. أنا استغربت لما رحت اللوكيشن يوم التصوير، شفت ناس شايفهم قبل بس وين ما أذكر. طبعا الواحد يتردد او يعني يستحي انه ويتطفل يروح يسال انت شو اسمك انت وين جاي، خصوصا اذا يعني ناس من برا جايين، لكن طول الوقت انا في بالي اني انا شايفهم مكان، وسبحان الله طلعوا هذول ممثلين او نجوم من بوليوود، يقول من الصف الثاني، يعني ناس لهم وزنهم ولهم صيتهم في 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 الهند او عالميا، حتى نقدر نقول ان بوليوود الحين وصلت للعالمية. تجربة كانت جدا جدا جميلة بالنسبة لي، تعلمت الكثير. الحلو في الفيلم هذا مع المخرج بول كيري، المخرج يقعد معك يعطيك حقك، يعني يقعد معك يفهمك أول شيء بشكل عام شنو الفيلم، شنو قصته، شنو هو رؤيته، وش المطلوب منك، وكيف ممكن أنت تأدي الطريقة اللي أنت ممكن تأديها، لدرجة أن حتى يسوي شيء اسمه بلوكينج قبل التصوير المشهد أو اللقطة. البلوكينج اللي هو مثلاً حركة الممثل، الاكسسوارات اللي تكون حولك كيف تستخدمها. يعني أنا في هذا العمل أستخدم تلفون، يعني أخذ سماعة تلفون
واضرب الممثل على راسه. فانت شلون تضربه؟ على طول تضربه الله يسلمك. ما تعامل ماخذ على طول، ما في الوضع ما يخلي الوضع الوضع، لان هي جايه تبي تاخذ. لا احنا الفيلم هذا قلت مثل ما قلت لك انه عن الدراجات الناريه. هم سجلوا الوكاله هذه سجلت براءه اختراع في دراجه ناريه بدون طوائر تمشي على الهواء، طبعا بارتفاع معين. فهذا كان براءه اختراع بالنسبه لهم، وكانوا يبون يسوقونها. ويعني وفي ناس دشت إن تبي تاخذ الاختراع هذا، الوكاله يعني كان مش يعني راضين. فبالتالي لجوا للاساليب الاخرى، انه ممكن شلون يعني ممكن يسرقون الرقم السري، لان هذا البايك او الدراجه تشتغل بالرقم السري. وانصادت المسكينه وصدتها بعد. زين، هذا فيلم توهج، ان شاء الله متى راح يكون مطروح؟ الفيلم مثل ما قلت لك فيلم جاهز، راح اعتقد الشهر الجاي شهر 7 راح يعرض في مهرجان نيويورك السينمائي، او اواخر 7 بدايه 8 اتوقع، ومن بعدها المهرجانات الاخرى اللي هي على حسب التقويم عندهم. جميل، ان شاء الله الله يوفقكم بهذا العمل الفني الضخم اكيد، وتجربه كانت مليئه بالخبره واضافت لك الكثير اخوي رمضان. أنتقل لموضوع ثاني اللي هو موضوع البرامج التوعوية، برنامج توعوي عن السلامة. حدثني عن هذه التجربة أيضا، أنت فيها المخرج وكذلك المقدم صح؟ نعم. جميل. والمعد. والمعد ما شاء الله. بحسب تخصصي، أنا تخصصي في السيفتي أو السلامة المهنية. الفكرة جات طبعا، الفكره كانت عندي من فتره طويله، يعني من كم سنه، بس الواحد كان مشغول في اشياء ثانيه. كان عندي انا كذا مسلسل كنت اشارك مع نجوم يعني في قطر، مثلين مثال عبد الواحد محمد وقالم الصليطي وسالم منصوري، نوجه لهم تحيه نقول مشكورين، استفدنا منكم الكثير. الجيل الشاب لما يشتغل مع نجوم كبار وعمالقة لهم باع في المجال، أكيد فيها استفادة كبيرة. بعدها أنا ما كنت، أنا دائما أشارك أفكاري مع أخوي أحمد البلوشي، هو شجعني قال لي فكرة حلوة. هو أحمد البلوشي أخوك ولا يعني؟ لا، تشابه أسماء لكن لا توقعت تقول أخوي الحيف، أنا توقعت فعلا بس اخوان دم يعني، اخو الدنيا مثل ما نقول، احنا تربينا من احنا صغار مع بعض. شجعني قال لي فكره حلوه، وهي يعني تقريبا الاول من نوعها في، خلينا نقول في قطر، ويمكن في الخليج حتى، يعني الدول الاوروبيه والاجانب عندهم يعني برامج مثل هذه كثيره، بس باللغه العربيه في الخليج ما اتوقع اول مره. بس أنا كنت دائما أفكر شلون ممكن أقدمها، وشلون أوصل الرسالة بتكون يعني سلسة وبسيطة وبأكثر وقت ممكن، وهاي اللي خلاني يعني أطول قبل ما أبدأ تصوير العمل. بعد ما يعني حددت وجهتي شلون ممكن أقدم الرسالة، تكون يعني حلول دقيقتين إلى 5 دقائق، شلون طريقة الطرح، شلون الرؤية النهائية للعمل، بدأت التصوير فيه. أول 3-4 حلقات تقريبا وقفت عشان أشوف ردة فعل، أشوف الجمهور، أشوف الناس. بالعكس كانت ردود جميلة طيبة مشجعة كجمهور عام، لكن أنا اللي استغربت منه أن المدارس كانت تطلب كثير مني الأعمال مثل هذه، يعني لدرجة أن المدارس صارت تطرش لي يعني موضوع معين أتكلم عنه. أنا أذكر يعني موضوع الوصلات الكهربائية أجتني من إحدى المدارس في قطر، قالوا لي إحنا يعني في مشكلة اللي الوصلات الكهربائية، يعني أقدر أقول صار في مساهمة مجتمعية في الإعداد. بالضبط يعني هم يعطونك الموضوع، تكلم مثلا عن الوصلات الكهربائية، عن سخانة الماء، عن مثلا الأشياء اللي هم ممكن يعني يرضونها للطلبة في المدرسة، وأنا طبعا أعد لها وأقدمها.
ردود جميلة وإن شاء الله مستمرين. جميل إن شاء الله. الله يوفقكم. طبعا هذه الفيديوهات انتشرت ترى على فكرة كثير، وأنا تابعت كثير من هذه الفيديوهات، وأشيد بمثل هذا المجهود اللي أقدر أقول يوافق أو يوازي عصر السرعة اللي إحنا نحتاج فيه المعلومة السريعة، تمام، وفقت قصير، فهذا شيء جدا جميل، وشيء أيضا إحنا نحب انتشاره، ونحب أيضا مو بس أنت أخوي رمضان، أيضا كل من يحب أن يسوي له فكرة توعوية تفيد المجتمع، تخدم هذه البلاد، تخدم الصغير والكبير، أيضا يبادر ويبدأ يصورها. أنا سؤالي الأخير عشان الوقت خلاص قاعد يدهمنا، أسطوانة كل يوم كانت تجربة درامية بمشاركة عدد كبير من الشباب النجوم، كلمنا حول هذه المشاركة وشلون كان أدائك فيها، شنو استفدت منها من خبرة اللي هي أسطوانة كل يوم؟ أسطوانة كل يوم هاي كانت سكتشات كل حلقة غير عن الثانية. هي كانت مثل ما تقول البداية قبل ما أبدأ في موضوع السلام. أولا كنت حابة أجرب كذا نوع وطريقة طرح يعني قبل ما أبدأ في البرنامج هذا. فاسطوانة كل يوم كان فيها يعني حلقات متعددة، كل حلقة غير، كل حلقة تتكلم عن مشكلة معينة، عن طرح معين، عن شيء معين نسلط الضوء عليه ونشوف ردة فعل الجمهور. كانت بالموازي بعدها بدأ أخوي أحمد اللوشي في سلسلة بجوجو تقريبا بنفس الأسلوب، لكن الطرح كان مختلف أو القضايا كانت مختلفة. طبعا كل هذه التجارب أنت في النهاية تعطيك الطريقة والأسلوب والطرح اللي ممكن أنت تجذب فيه الجمهور وتخليه يتابعك. وتحية أكيد لأخونا أحمد البلوشي، كذلك طاقم عمل بوجوجو. هذا أقدر أقول العمل اللي انتشر في الفترة الأخيرة واللي كان كوميدي وروحه حلو على فكرة، وصل كثير للمشاهدين، ونتمنى أكيد استمراريته. أنا أكيد أخوي رمضان راح أخذ منك كلمة أخيرة، لكن أطلع لفاصل إعلاني قصير وراجعي لك. لا لا خلاص، الحين احنا اقدر اقول لك كنا وصلنا لنهايه الدقائق الاخيره. نبي منك اخونا رمضان بعد هذه اقدر اقول السنين الحافله بالانجازات في مجال الفن، سواء كان الافلام الوثائقيه، الافلام الدراميه، وكذلك كاخراج، كمخرج، كممثل، يعني لك تجارب كثيره، نصيحه توجهها للشباب اللي حابين انهم يدشون لهذا المجال؟ النصيحة الوحيدة اللي ممكن أوجهها للشباب هي التخصص. أنت حاول أنك تختص في شيء معين، يعني لا تصير سوبرمان أنت اللي تبي تخرج تبي تألف وتبي تمنتج وتبي تصور وكل شيء، لا، يعني حاول توزع المهام، يعني لا تربط نفسك في أكثر من شغلة، راح تتشتت وما راح تقدم المطلوب. والشيء الثاني هي الاستمرارية. احنا نشتغل عمل نوقف 15 سنة نرجع بعمل معين نوقف، والاستمرارية مطلوبة، لأن الاستمرارية تجيب لك التجربة، تخليك تستفيد، تطور نفسك، راح تكون مواكب حتى للتقنية. أنا أستغرب من الناس إحنا في هالزمن لحين ماشيين على تقنية الثمانينات وبداية التسعينات، خلاص الناس وصلت وين؟ فلازم الواحد يكون مواكب ومختص في شيء معين. جميل. إذن المخرج والممثل الشاب رمضان البلوشي يعطيك الصحة والعافية على هذا اللقاء الطيب والخفيف اللي كان علينا، يا مرحبا بك، وإن شاء الله نستضيفك في القريب العاجل بعد وهج بعد هذه الأفلام الكبيرة إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. لهني مستمعينا الكرام نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم. تقبلوا تحايا فريق البرنامج، كان معنا من الإعداد غسان نعامة، ومعنا أيضا من الهندسة الإذاعية فدوى صلاح سعيد سالم، كان معنا من التنسيق والمتابعة. وأجمل تحايا التقديم مني أنا حسين الكثيري وأخوكم عبد الله المريخي. الله يحفظكم وين ما كنتوا، أشوفكم على خير إن شاء الله في نفس المكان والوقت والزمان يوم الأحد. الله يوفق منتخبنا كذلك يوم الأحد. أشوفكم على خير، في أمان الله.